إلى اليابان، حيث بدأ الناخبون التصويت اليوم الأحد لتجديد نصف مقاعد مجلس الشيوخ في انتخابات يطغى عليها اغتيال رئيس الوزراء السابق شينزو آبي قبل يومين خلال تجمع انتخابي في نارا بغرب البلاد. وندد رئيس الوزراء الياباني الحالي فومو كيشيدا الذي يتصدر حزبه الليبرالي الديمقراطي بفارق كبير استطلاعات الرأي بالهجوم الهمجي على آبي، مرشده في السياسة، مشددا على أهمية الدفاع عن الانتخابات الحرة والنزيهة التي تشكل أساس الديمقراطية، وأكد لن نستسلم للعنف أبدا. وبعد تعليق الانتخابات لفترة وجيزة من جانب مختلف الأطراف عند ورود نبأ اغتيال آبي، استؤنفت الحملة الانتخابية أمس السبت وسط إجراءات أمنية مشددة، في حين أقرت الشرطة في منطقة نارا بوجود ثغرات أمنية لا يمكن إنكارها خلال التجمع الانتخابي الذي كان آبي يشارك فيه. ويذكر أن هناك مخاوف محلية من تهيمن على الانتخابات وفي طليعتها ارتفاع الأسعار والمخاطر المتعلقة بإمدادات الكهرباء في ظل موجة الحر التي تطال اليابان منذ نهاية تموز يونيو والمثيرة للقلق من انقطاع في الكهرباء.